يكون عندك جديد قضائي. لا جديد قضائي ما هي اصبحت قضيه مستمره في الحقيقه مش جديد. اليوم جانا فرع من الدرك الوطني في المقر تاع راديو ام، جابوا لي استدعاء الجروب مون دو جوندارمري تاع تيزي وزو. قضيه جديده 17 على الساعه تاع الصباح نهار الخميس. ناديت المحامين في ولايه تيزي وزو، قالوا لي اغلب الظن هو انه القضيه مرتبطه بقضيه طاهر خواص المناضل السياسي اللي كان يدعم في المسانده للعائلات تاع معتقلي الراي في ولايه تيزي وزو، واللي استضفناه هنا بهذه المناسبه في هذا الاطار. هما يظنوا باللي فيه علاقه من هذا النوع، يعني ما شايفينش واش ما يقدر يكون طبيعه العلاقه. ما طالعوش على الملف لانه الملف مازال ما مش جاهز في تريبيونال تاع الاربع ناثراثا. اذا راح نقدم نفسي مره ثالثه او رابعه او خامسه، ما عرفتش شحال مرات اضطريت اني نقدم نفسي لمصالح الشرطه بغض النظر عن المرتين اللي اختطفت من طرف الشرطه السياسيه لا دي سي تاع العسكر. اذا من المفروض ما نهضرش على الامر هذا بهذا الطبع، لانه تجاوزنا كل الحدود. يعني كي تجي تشوفي حتى في القضيه تاع زكي حناش الاسبوع الماضي ظهر باللي الاسم تاعي ذكر فيه ذكرى ولا في اي اطار يدخل هذا الشيء؟ لماذا في كل مره، ما نقولش في كل مره ولكن في العديد من الملفات، ملفات معتقلي الراي، يتم ذكر اسم الصحفي احسان القاضي؟ لانه نظن بلي مرتبطه بالعمل المهني تاع راديو ام، لانه زكي حناش كان نال جائزه علي بيبودوخه لي لونسور دريت، المدلين على المعلنين على الفساد. نظن بالمرتبطه بهذا الشيء، مانيش شايف سبب اخر بالعمل المهني تاعنا. لكن الرساله هي انه نظن باللي وصلنا لمنفصل الطرق، يعني اللي حابين يوقفوا الاكتيفيتي بروفيسيونيل تاعنا يقدروا يوقفوها بلا ما يميلوا لهذا المسلك هذا، يقدروا يحبسوها. يعني يحبسوا هذا كوباونا لي سيد، مانيش ناديهم باش يحبسونا من جديد لي سيد دانفورماسيون. بصح هذا كان وسائل اخرى. الضغط عليا انا شخصيا، انا عندي 40 سنه في المهنه، كنت مناضل سياسي في الثمانينات، كنت معتقل راي في 1981 مده تقريبا سنه. يعني اون برانسيب يكونوا شافوا باللي ما عندهاش نفوذ عليها هذه الضغوطات هذه، لان العمل اللي لازم نديرو كصحفي كمواطن تبليغ بالمعلومه الى اخره، انا نواصل ذا العمل حتى ولو كان المؤسسه توقف، نواصل العمل هذا. الى حابين يوصلوا الى لاكاز بريزون باش يحبسوني يقدروا يديروا هذا ايضا، لكن هذا الضغط هذا المتواصل الى حد الان يعني يعطي صوره. نظن باللي بالنسبه لحميد راه خرج من بروسي ثاني كما راهو يستنى الحكم ديالو وتن بعد يومين. بعد يومين فوالا سي الكابور خالد راني كي تي كوندوني ا 6 mois الاسبوع الفات 6 mois avec ceci. ما تديش لانه ما تديش علاش؟ لانه يلزم الحكم يفهم باللي يبقى مهما كان مستوى ولا الطابع الشرس تاع الضغط هذا، لانه فيه ناس في السجن الى اخره. احنا عندنا زاكسيونير في الحبس، عندنا ناكسيونير نبيل ملاح مازالوا في السجن لحد الان. مهما كان يبقى جهه تاع العمل المهني افراد راح يواصلوه كما في الميدان الحقل تاع المناضلين. فيه مناضلين يواصلوا، كاين اللي توقفوا ربما خافوا تراجعوا الى اخره، لكن في كل نطاق في الجامعه عند الاطباء عند زافوكا الى اخره يبقى انوايو اللي يكمل يخدم. نوايو هذاك يعني او بو دان مومون الحكم ولا حتى النظره الامنيه في القضيه تقدر تفهم باللي هذا دخلهم كاع الحبس ولا ما كانش. اذا وهذا ضروري علاش؟ حتى في التصور المستقبلي المستشرفي للبلاد يلزم يبقى صوت يعطيك صوت مخالف على الشيء اللي راك انت تحسبه هو انه العار هو الحقيقه. الحقيقه تاع دروك، اسكو الجزائر اسكو قبلت عبد المجيد تبون؟ اسكو الجزائريين قبلوه؟
ما قبلوش على المجيد بوين. مازال ما رمش يخرجوا برا يغنيوا جابوك العسكري لا ما مش يخرجوا مساحة لبنا بلي ما قبلوش يعني سياسيين ما دار حتى شيء اللي يسمح له أنه عبد العزيز بوتفليقة جاء انتخابات ست يعني سي كونديدا جبدوا روحهم أو 2000 إلى لونسي لا ريفيزيون لا لا واسمه الوئام والوئام ودار ريفيروندوم وبدل وربح بالصندوق حمل الانتخابيه تاعو الحقيقه دارها دارها نعم دارها التم عبد المجيد بون ما دار حتى حاجه اللي تسمح له انه يقدر يمحي الصوره تاع 2019 تاع 12 ديسمبر والفجوه مازالها كبيره ما بينه وبين الراي العام الجزائري فقط انت كنت عملت مقال نياتيه المكانه تاعنا احنا هامه لانه احنا حتى لو نبقاو اقليه مهنيه ملتزمه بالعمل المهني تاعها احنا نكملوا نعطوا الصوره تاع الحقيقه لانه مهما كان طاغي الحاكم يحتاج الى صوره تاع الحقيقه حتى وتكون صغيره مصغره يلزم يقدر يشوف فيها لو كان يمحي كل المنابع تاع الصوره الحقيقيه اللي هي تاع البلاد في الاقتصاد كل ما يدين الى كذا يدخل في الحيط بالخف هذا ما كان حميد غمر.